بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف السابع. اليوم بدنا نكمل معكم بكتاب الجغرافيا بالوحدة الأولى، هي وحدة السكان، الدرس الخامس السياسات السكانية في العالم. حكينا قبل هيك عن توزيع السكان، وين بتوزعوا، شو القارات اللي بزيد فيها السكان وشو القارات اللي بقل، وعلى أي أساس بتوزع فيها السكان. هو حكينا في دراسات إنه حسب العمل، عند التجارة البحرية، عند الصيد، وأماكن تانية، عند الوظائف الإدارية إلى آخره. حكينا اليوم نكمل السياسة السكانية للبلدان، بدنا نحكي كل بلد أو كل دولة شو هي السياسة السكانية اللي بتتبعها، يعني شو هي السياسة اللي بتتبعها تجاه سكانها بحيث إنها تخلي عدد السكان يزيد أو يقل، او تحدد منه او خيار، او تنظم النسل الى اخره. في افكار كثير وكل دولة تبعت سياسة معينة. اول اليوم رح ناخذ اول اشي ما المقصود بالسياسة السكانية. هي مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الدولة في مجال القضايا والمتغيرات السكانية، كمعدل المواليد، الخصوبة، الهجرة، تنظيم العلاقة بين السكان والبيئة. المقصود بالسياسة السكانية هون هي الاجراءات اللي الدولة بتعملها تجاه السكان. يعني ممكن الدولة تطلب من السكان تعمل عندما يعملوا تنظيم أسرة، ممكن الدولة تطلب من السكان إنه يحددوا عدد الأفراد الأسرة اللي ممكن إنها تنجب كل أسرة مثلا. فمثلا في عنا إحنا عارفين مثلا في الصين مطلوب ممنوع من كل أسرة إنها تنجب أكثر من طفلين. في بعض الدول ممنوع فيها الإنجاب أكثر، واللي فيه غرامة مالية أو في عقوبات اللي بينجب أكثر. بنفس الوقت في دول بتحدد هجرة لبلدتها لبلدها، فمش اي حدا بتسمح له انه يهاجر او بحددوا مهلة معامل معينة بسمحوا لها انه يهاجروا لإلها. هاي هي مسميها الهجرة. نفس الشيء حكينا عن المواليد والخصوبة. وبنفس الوقت السياسة السكانية بتنظم العلاقة بين السكان والبيئة، وهذا الشيء رح نحكي عنه هلا بالتفصيل، بس بدنا نفهم مفهوم السياسة السكانية. حتى توصل كل دولة لسياستها السكانية وتعمل هاي الإجراءات بدها توصل لإشي اسمه الفرصة السكانية. هاي حطيت لكم عليها هون مربع الفرصة السكانية، وهو الحجم المناسب من السكان لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات وزيادة نسبة فئة الشباب. كل دولة بتسعى إنها توصل له من خلال الإجراءات اللي هي بتعملها، اللي هي السياسة السكانية، بتحاول قدر استطاعتها إنها توصل لإشي اسمه الفرصة السكانية، وهو أنسب إشي، الأنسب عدد سكان، أنسب رفاه اجتماعي، أنسب في خدمات، وأنسب على نسبة الشباب في كل مجتمع. كل مجتمع بيحاول إنها تكون أكثر فئة عنده هي في الشباب. ليش؟ لأنه الشباب هو عماد المجتمع، الشباب هو الفئة العاملة في هذا المجتمع. وبتحاول تحقق الرفاه الاجتماعي. كيف تتحقق الرفاه الاجتماعي؟ لو كان مثلا عندنا عدد السكان كتير كبير وبينما الفرص العمل قليلة بالنسبة لها، حيكون في اشي رفاه اجتماعي؟ لا. لو كان في عندنا عدد سكان قليل ومستوى الخدمات على قد قليل على قد عفوا مستوى الخدمات كثير، علاقة عكسية، يعني عدد السكان قليل بس عدد الخدمات كثير، رح يعيش المجتمع في رفاه اجتماعي. ليش؟ لأنه هم حاصلين على كل الخدمات اللي بدهم إياها، ما عليها ضغط. بينما لو كان عدد السكان كثير كبير والخدمات قليلة، رح يصير العكس، رح يصير في عندنا ضغط على الخدمات، وبالتالي المجتمع مش رح يعيش برفاه اجتماعي. هذه العلاقة بين السياسة السكانية والفرصة السكانية، اللي بدكم تفهموا انه من خلال السياسة السكانية الدولة بتسعى توصل للفرصة السكانية، وهي تحصل على حجم امثل او انسب، ومن خلال انها تتنبأ بحجم السكان لبعض الدول. تمام؟ بعض البلدان بتعمل هيئات تشرف على عدد السكان. هون رح نكتب سؤال، ما هي الهيئة التي تشرف على النواحي السكانية في الأردن؟ والجواب هو المجلس الأعلى للسكان، هو المرتبط بمواضيع السكان، وهو اللي بيحدد الأمور المرتبطة في السكان. السياسة السكانية في الدول تسعى لتحقيق توازن بين الموارد والسكان. وصلنا لعند إنه الدول تسعى تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وهذا موضوع بده حكينا فيه إنه كل ما زادت عدد السكان بدهم يزيد عدد الموارد، لكن الموارد في الدولة بتكون أحياناً محدودة. شو بدها تعمل الدولة عشان توفر كافة الموارد والخدمات للسكان؟ وهنا نكتب سؤال كتير مهم وضح أهمية السياسة السكانية في الدول.
الجواب هو هذا الأمر أحدث فرقا فاصلا بين الدول، فبعضها استطاع تحقيق التوازن اللي هو التوازن بين موارد السكان، وأخرى عجزت عن ذلك لضعف إمكانياتها. تمام، كمان مرة السؤال، وضح أهمية السياسة السكانية في الدول. الجواب لتحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وهذا أمر أحدث فرق فاصل بين الدول، بعضها استطاع أن يحقق هذا التوازن وبعضها الآخر لم يستطع. نذكر شوية أمثلة على بعض الدول. في دول بتسعى لزيادة عدد سكانها، وهنا رح نكتب سؤال اذكر أمثلة على دول تسعى لزيادة عدد السكانية، والجواب مثل السويد وإيطاليا بتسعى أنها تزيد عدد السكان وتحفز الأسر على زيادة المواريد وتأمينهم بالرعاية الصحية والخدمات، لأن عدد السكان فيها قليل. وفي عكسها دول بتسعى للحد من النمو السكاني، يعني أنها تمنع الزيادة السكانية. وهنا رح نكتب سؤال اذكر أمثلة على دول تحد من النمو السكاني مثل الصين وسنغافورة، بتحدد طفلين لكل أسرة، والغير هيك أعيد أي مولود زيادة عن الطفلين بصير عندهم غرامات وضرائب على الولادات. ثلاثة، في دول بتسعى لتنظيم الأسرة. ما المقصود تنظيم الأسرة؟ هي سياسة تتبناها الدول الإسلامية للموازنة بين عدد السكان والإمكانيات مع مراعاة القيم الدينية والعادات الاجتماعية. يعني ومأمثلة عليها أنا رح أذكر لكم هون إنها مثل الأردن. يعني تنظيم الأسرة إنه هي سياسة بتتبعها الدول خاصة الدول الإسلامية، لأنه تحديد النسل إنها تحدد لهم عدد الأطفال اللي ينجبوهم حرام شرعا في الإسلام. فإحنا في عنا حل وسط اللي هو تنظيم الأسرة اللي هي مباعدة ما بين الأحمال. نحكي هلا عن الجهود الدولية. جهود الدولية لا إيش إجراءات الحل من المشكلات السكانية. أول إجراء هي في عنا منظمات عديدة اتخذت إيش جهود دولية. وهون رح نكتب سؤال اذكر الهيئات والمنظمات التي وضعت خطط لمواجهة المشكلات السكانية. أذكر الهيئات والمنظمات التي وضعت خطط لمواجهة المشكلات السكانية. واحد اللي هي إنشاء منظمات دولية للتعنى بالشأن السكاني. في عنا منها منظمة الأغذية والزراعة، وهاي منظمة الأغذية والزراعة ما بنكتب هون سؤال ما هي مهامها. واحد القضاء على الجوع في العالم. اثنين الاهتمام بالإنتاج الغذائي. عنا باء منظمة الصحة العالمية. نذكر كمان سؤال ما هي أهداف منظمة الصحة العالمية؟ واحد توفير أفضل تجهيزات صحية لجميع الشعوب. اثنين تأمين الحصول على العلاج والمطاعم كالوقاية المدعومة للأطفال. ثلاثة تحرص على الحد من التدخين لأثاره السلبية. جيم عنا منظمة برنامج الأغذية، وتعريفها هي منظمة إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة. هدفها هون سؤال كمان ما هي هدفها؟ هي القضاء على الفقر من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية والصحية ودعمها. هون كاتبين لنا الشعار لهاي المنظمات، هاي منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة برنامج الأغذية. اثنين في عنا عقد مؤتمرات سكانية عالمية بناقشوا فيها الدول ايش أهم المشكلات السكانية. وهون كاتبين عنا أول مؤتمر وآخره، لكن أنا ما بدي إياه، غير مطالبين فيه، غير مطلوب. ما بدي اياكم تحفظوا السنوات، بدي اياكم تعرفوا انه في مؤتمرات سكانيه عالميه عقدت. شو الحلول اللي قدمتها هاي المؤتمرات؟ انه هم مش يجتمعوا الدول، بقدموا حلول للمشكلات السكانيه. بدنا هاي المطلوبه، مطلوب تعرفوا ايش هي الحلول اللي قدمتها المؤتمرات السكانيه. واحد سن سياسه لتنظيم النسل وتحديده، فسر لماذا. واحد للتحكم في سرعة النمو السكاني. اثنين موازية للنمو السكاني. نجي نحكي شو يعني تنظيم النسل، هو نفسه تنظيم الأسرة أي المباعدة ما بين الأحمال. اثنين تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والبحث عن مصادر أغذية جديدة غير تقليدية تعتمد على موارد بحرية وتقنيات زراعية معدلة. يعني باختصار بدهم يحاولوا يشغلوا البحث العلمي لحتى يجدوا طعام وغذاء بشكل أوسع من خلال الزراعة أو من خلال مصادر بحرية أو مصادر تقنيات زراعية معدلة.
هون في سؤال، فكر، لماذا تهتم الدول الإسلامية بسياسة تنظيم النسل من خلال ما يعرف بالمباعدة ما بين الأحمال؟ هذا السؤال جاوبت عليه من قبل وحنرجع نجاوبه كمان مرة، بسبب إنه تحديد عدد الأطفال لكل دولة هذا شيء حرام شرعا في الدين الإسلامي، إنه نحدد عدد الأطفال للسكان، عفوا نحدد عدد الأطفال لكل أسرة. فمثلا الصين عاملة إن كل أسرة طفلين، هذا شيء مسمى حرام في الإسلام، تحديد النسل. فإحنا ما بنحدد النسل، الدول الإسلامية بتعمل على تنظيم النسل أي المباعدة ما بين الأحمال، وهيك بتضمن صحة الأم الحامل واللي يحصل كل طفل أو مواطن على حقه سواء بالخدمات أو بالرعاية. هذا هو الدرس، سياسات السكانية في العالم، جاوبوا الأسئلة الدرس. واي سؤال ما بتعرفوا مش ما راسلوني. بس في هون سؤال خمسة مش مطلوب منكم، اول مؤتمر للسكان عقد متى؟ لان انا شطبت هاي الفقرة، وجي بدال عقد مؤتمر في القاهرة برضو من المؤتمرات اللي انا ما بدي اياكم تحفظوا تاريخها. فسؤال خمسة با ودال لا تحلوا. شكرا، يعطيكم العافية.